عمناول كنت في مقابلة، والمقابلة فيها برشا فما أعضاء في اللجنة ياخذوا عليك مقابل، يقول مش عارف لك حكم اللي باش يربحك وياخذوا مقابل. أنت مشيت زفرت وجمعية خسرت، قال لي ماك طلبتني وقلت لي باش نعطيك حطيت، وقالوا لي قبل ذلك أنت ما سمسار خذا عليك خذاوا عليا ياخذوا عليا نورمال من غير علمك. فما جمعية تلعب على سقوط وما سقطتش والآخر خذا عليا أنا سمسار.